السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم التشكيلة المتوقعة بقوة للمنتخب الوطني الجزائري أمام بوركينا فاسو، لكن قبل أن نبدأ في تفاصيل الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. إذن سيواجه يوم السبت القادم المنتخب الوطني الجزائري منتخب بوركينا فاسو على الساعة 3 مساء بالتوقيت الجزائري، وستكون هذه المواجهة لحساب الجولة الثانية من مجموعة الخضر. ويذكر أن المنتخب الوطني الجزائري تعادل أمام أنغولا في المباراة الماضية في أول الجولات. والآن لنعرض عليكم التشكيلة المتوقعة. في حراسة المرمى أنطوني مندريا، في الدفاع على الجهة اليمنى يوسف عطال، على الجهة اليسرى رايان ايتنوري، في وسط الدفاع عيسى ماندي ورامي بن سبعيني. أما فيما يخص وسط الميدان فارس شايبي وسفيان فيغولي وإسماعيل بن ناصر. أما فيما يخص الهجوم على الجهة اليمنى القائد رياض محرز، على الجهة اليسرى العائد من العقوبة محمد أمين عمورة، وكرأس حربة بغداد بنجاح. وفي الأخير إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.